انا شخصيه مسالمه جدا وهادي جدا، واحب الامور بسيطه وممكن اعتذر لاي حد، والحياه بالنسبه لي سهله. بس لو حد بيعاند معايا خلاص، هو ايه بقى لو انا هخسر لازم يبقى عندي. وجهه نظري يعني بعمل النهارده فيلم لايت رومانس، بعديه اعمل فيلم سسبنس، بعدين اعمل اكشن، يعني يبقى في تنوع واخلي الجمهور قابلني في اشكال مختلفه. سلمى انا ما كدبتش عليكي في حاجه، من الاول قلت لك اني بحب الستات واي ارتباط بيخنقني. بس انا راهنت على انك هتتغير. انا مش مسؤول عن رهاناتك، بس صدقيني انت حاجه تانية. من اول ما شفتك حسيت بده. السينما في دماغي على طول، وهدف اساسي بالنسبه لي. فالشغل اللي بعمله لازم ما ياثرش على السينما. فانا من النوعيات الناس اللي لو مثلا بيجي لي 10 اعمال بقبل بيه كتير عملين واعتذر عن الباقي، يعني انا بقول لا كتير جدا في السينما وفي التلفزيون. عايزين يتفرجوا على فيلم. فيلم؟ لا فيلم ايه في الجو اللي احنا فيه ده؟ وبعدين الولاد لازم يناموا بدري عشان بكره ما عندهمش حاجه. لا عايزين يتفرجوا على فيلم. حبايب بابي. انا ببقى دايما واخد بالي ان انا ابقى يعني ان شاء الله مطلوب في السينما، مش حارق نفسي، وفي نفس الوقت ابقى مع جمهور التلفزيون، لان التلفزيون دلوقتي بقى غير زمان. وهتعصر قصر في ليبيا يعني؟ ما تتريقش عليا يا كبير، رايح ادور على لقمه العيش. تدفع الفلوس دي كلها عشان تروح تشتغل هناك خدام واخوك مجاول في مصر؟ اخويا ماهي في حاله وبيعمل لمصلحته، ما بجيش يهمه الا نفسه بس. سيبنا ذكرى روح لحايد، انا ما صدقت اخلع منك. انا مش من الناس خالص بتقعد فاضي، يعني انا اي وقت عندي فاضي ما بصورش، اروح اتعلم انجليزي، اروح اركب خيل، اروح جيم، اقرا روايات.